يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ آه. وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نحس. انا مش عارف مقفلني كده ليه؟ عملت ايه يا نهى؟ كلمت صاحبتي اللي ماسكة اعداد البرامج الفنية وسألتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سألتها على رقم وقالت لي ده مات من سنتين. يا استاذ دراز، يا استاذ دراز، دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحة الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحة. وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوة بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه؟ مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو؟ يوه، خليه يدخل. ايه في حاجه؟ بيقول لي حمايه بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أؤمرني. أؤمرني. انا عايز اقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل اي حد كده؟ وانت كنت عايز تقابله ايه اصلا؟ عايز اعمل تحقيق صحفي معاه. طيب هشوف الموضوع ده وابقى ارد عليك يا عم. انت عارف ان انا بشتغل في جريدة معارضة، يعني سهل جدا اتكلم عن تكميم الافواه واضطهاد الصحفيين المعارضين، والمرة اطلع على نقابة الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخلة كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا لقوا مصيبة ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ يا استاذ هلال، في الحقيقة انا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، انا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وانا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. أيوة يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضه ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حاصل السنة 96، في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده، بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96، أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلاً ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم يا استاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الاسئله اللي ممكن تسالها، هتلاقي اجابتها موجوده وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش اجابه سيادتك تتصل بيا في اي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ انا ما قدرتش اوصل غير لحرفين من اسمه، يا عين، وانا واثق ان حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقه دي منين؟ وانا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظه واحده من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. ان شاء الله يا استاذ هلال اكون عند حسن ظن حضرتك، وتاكد تماما انا لا يمكن ابدا اقبل باي نوع من انواع الفساد في الوزاره دي طول ما انا موجود على الكرسي ده. الصحة
المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري سجن المؤمن لما نسب إليه من تهم. حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير يعني. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا اتحرك. في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة بيرزا، رشحتني بطلة لفيلمها الجديد، وكان حلم ليا ان اشتغل معاها بنجوميتها وافلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب إن إحنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟ ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي إحنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهذه منتج الفيلم. عرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العرض. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم، لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جداً ورجل أعمال كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظري. عارفة يا مريم، هنا في مصر مفيش غير قمع وقهوة وكبت. أنا راجع من أوروبا وهسخر كل وقتي لمساندة كل الحريات في كل المجالات،
خصوصا في التعليم والثقافه والاعلام والسياسه طبعا. والفن هيبقى سلاح، لان الفن هو القوه الناعمه اللي نقدر نغير بيها المجتمع كله. انت ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ وانت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال؟ سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش. بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده. من غير هو ما يعرف طبعا. الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. اي خدمه تانية يا سعاده اللواء؟ شكرا يا سيدي متشكر اهو. تحب اكلم لحضرتك الاستاذ هلال ابلغه ان حضرتك مستنيه؟ لا ما هو كلمني وقال لي انه جاي في السكه. شوف انت شغلك. طيب يا فندم بعد اذن حضرتك. جهز القهوه يا جابر. حاضر يا فندم. اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل. ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذرك على اللي عملته نهى امبارح. يا راجل عيب عيب، تعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي. اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 لا، اوعى تعمل كده. لا تجيب سيرتي ولا سيرة المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، انا لسه في البداية والطريق طويل. مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسد في اوراقها، مش كده؟ المهم عملت ايه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء، آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس معرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. ياما كنت قابلني في الاستوديو وتلاحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريحي.
دقايق والأستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في آخر الحلقة بوجه رسالة لكل أب ولكل أم، سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش ترقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. استاذ هلال مش كده؟ اهلا وسهلا. اسف على التاخير بس حضرتك عارف ان البرنامج هوا، اتفضل. انا مش هعطلك كتير، انا بس جاي عايز اعرف معلومه عن فيلم قديم انت عملتيه. فيلم ايه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. ما انا عارف وحصل ضجه كبيره يعني عشان الرقابه وقفته. الفيلم ده كان بطوله مريم رياض طارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكلة فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه، بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي ومش عارف مين منتج الفيلم؟ بهاء ثابت، ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم ده. كل اللي عرفه ان كان في شركة فرنسية هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركة اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجة ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا أستاذ. طب انت أستاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحملة الانتخابية بتاعته. محتاجني فيه؟ أنا مجرد صحفي في جريدة معارضة. ما تقللش من نفسك يا أستاذ هلال، أنت قامة صحفية كبيرة، وجودك معانا هيكون إضافة عظيمة لينا. أنت هتكون مسؤول إعلامي للحملة. بتهيألي في ناس أكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا أستاذ هلال، على فكرة أنا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفية ضد الفساد، وعارف إنك معارض للنظام الحالي. أنا مش معارض للنظام، أنا معارض لأي غلط بيعمله أي نظام، سواء نظام سابق أو حالي أو مستقبلا حتى. جرى يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي احنا بنتعلم منها وهي مرحله وبتعدي. افهم من كده انك رافض لفكره ترشحي؟ انا لسه ما عرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. أنا عايز أصرح الناس بكل حاجة عني، العيب قبل الميزة، وعشان كده اخترتك أنت بالذات. أنا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحة في دول تانية، وأهم حاجة بتميزه الشفافية. طب أنا محتاج وقت أفكر فيه، حاجة زي دي مش سهل إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة. طب مش تسمع باقي العرض الأول؟ أنت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي، ومن دلوقتي لغاية ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون $20,000 في الشهر، كويس؟ $20,000؟ مش شايف ان المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معي؟ عموما الفلوس مش هي اللي هتخليني اقبل او ارفض. هنزله. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده. يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ اؤمر.
سميح البجوري. مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شوية معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شوية قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حملة المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. فضل روبي. اهلا 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 وسهلا. اكيد جايب لنا معاك خبر سعيد. لسه كنت بقول لبهاء مش ممكن استاذ هلال يتخلى عننا. هتخلى عنكم برضه؟ معقول؟ بهاء ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي، ناقصكم دنيا ظافر وطارق فاروق. طارق، واضح ان صاحبك كان عنده حق لما قال عليك مش سهل. صاحبي مين؟ براز، رئيس تحرير الجريده اللي انت بتشتغل فيها واللي انا بمولها. شكله نسي يقول لك انه استفاد كتير قوي من شغله معانا، وانه بياخد مرتب ما كانش يحلم بيه. اه، هو دراز عارف اللي انت اللي بتمول الجريده؟ برضه ما بيردش، انا خايف يكون جراله حاجه. وحضرتك عارف حاجه ومخبيها علينا؟ ايه يا جماعه جو الافلام اللي انتوا عايشين فيه ده؟ هو هيلو كده لما بيكون في شغل ما بيركزش في التليفون. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ مش مهم جبتها منين، المهم ان العدد الطبع والتنويه نزل. ولا انت ناوي تمنعني من الكتابه في الجورنال؟ بالعكس، اكتب براحتك، لان حتى نبهت على سميح انك تستمر في مقالاتك لانها حققت مبيعات هايله. يعني هتخليني هجمك في الجورنال بتاعك؟ هي دي الديمقراطية اللي احنا بنحلم بيها؟ مين قال بس انك هتهاجمني؟ في مقال هينزل في الصفحة الأولى باسمك بتتكلم فيه عن إنجازاتي. مقال إيه؟ أنا ما كتبتش حاجة. دراز صاحبك كتبه بدلك، يعني أنت دلوقتي قدام الناس بقيت معايا وبتساندني، ولو فكرت تهاجمني هتبقى في نظر الناس كذاب. بيني وبينك أنا بفكر إن جورنال نبض الشعبي يبقى همزة الوصل بيني وبين الناس. عارف يا هلال؟ أنا الفترة اللي جاية عايز أبقى قريب قوي من الشعب، والجورنال ده لازم يبقى رقم واحد في المبيعات. وطول ما انت مستمر في فضايحك اللي بتنشرها متابعين الجورنال هيزيدوا، لاننا مع الاسف بقينا بنعشق الفضايح. خلقنا كشعب بقت وحشه قوي. والنبي سيب الشعب في حاله، وما تكلمش انت عن الاخلاق. ولا انت نسيت فضايحك مع طارق فاروق اللي انت قتلته؟ انا ما قتلتش حد، طارق هو اللي انتحر. ما مريم رياض انتحرت برضه. بص يا هلال، انا بمول الجريده والجورنال، بس موت مريم وانتحار طارق انا ماليش علاقه بيهم خالص. والله بقى دي مش شغلتي، دي شغله النيابه. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. اه بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. وبعدين أنا عرفت إن هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الأصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني إن أنا أحط نقطة فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي أنت عايزه، وأنا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. أغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3 مليون. ابيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء.
لا انا اخد فلوسي كاش. اوكي يا هلال، بكره فلوسك تبقى جاهزه. ايوه دراز، انت فين يا هلال؟ انا كلمتك كتير وما بتردش. هلال انا عايزك ضروري، على فكره انا عندك في البيت. تسلم ايدك على المقاله دراز. سميح قال انك انت ابدعت فيه. لا لا لا، انا حاولت الحق. هخلص واكلمك. عملت ايه يا استاذ هلال؟ طمني. ده التسجيل، في اعتراف لشهاب ان هو عرض عليها رشوه وان هو ورا تمويل الافلام اياها، وهو اللي بيمول الجريده كمان. شهاب ما يقدرش يمول الجريده لوحده، شهاب اكيد بيجيله تمويلات خارجيه بتدعمه يا استاذ هلال. والله دي شغلتكم انتوا بقى. انا ماليش دعوه بالحاجات دي. لا ازاي بقى؟ طب ده فاضل اهم حاجه. ما هو اصل احنا يا استاذ هلال لو مسكنا شهاب دلوقتي الراي العام هيتقلب علينا وهيتهمونا ان احنا بنلف قضايا المعارضين للنظام. طب وايه المطلوب مني؟ ابدا، برنامج تلفزيوني صغير حضرتك هتطلع تتكلم فيه وتقول كل اللي عندك وتذيع كمان نسخه من التسجيل ده، ساعتها بقى ولا حد هيقدر يلومنا ولا حد يتكلم معانا. بس في حاجه، دراز كتب مقال باسمي بيمجد فيه شهاب والعدد نزل في السوق دلوقتي. والله. طب وازاي هو يعمل حاجه زي كده؟ مش مهم ازاي دلوقتي، المهم ان انا لو طلعت وفضحت شهاب واللي معاه الناس مش هتصدقني. طيب انا هحلها دي. ايه هتعمل ايه؟ هبلغ رجالتنا يوقفوا طباعه العدد والنسخ اللي اتطبعت فعلا يتمنع توزيعها وتتحرز. ماشي. مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال قصني وقص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بيك يا فندم، على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني. اشكرك. ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. الحقيقه يعني وقولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. يا ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح الرئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شينحه شهاب حامد. هو الحقيقه عرض عليا فلوس كتير عشان امسك له الحمله الانتخابيه بتاعته، بس انا رفضت. ورفضت ليه؟ انا هقول لك. هو اصله كان ورا الحفله اللي اترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين ازاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا استاذ هلال. انا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلاقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي انا ما قدرتش اعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بقى ثابت ده
هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري والرقابه منعته. الغريب ان الحكومه بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السينما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شينحة هتزود نقطة وتكتب شينخة. اه بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. يا سميح بعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا ازاي ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي؟ نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000. 5,000,000 جنيه افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شابين شابين. حسن حسن قوم يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. زيزو هلو. ايه ده، انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت اجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ يعني انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحه دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئله الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ اه. وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهوله دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزاره التربيه والتعليم. اه. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف اهله. طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور ده. انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت نريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصاً إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس. فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله.
قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. أيوة يا فادي، اسمعني كويس، أنت قلت لمين إن أنا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. أنا آسفة والله، بس أنا مش عارفة أجيب الفلوس منين. معرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفة. بقول لك إيه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف عليك. حددت المكان؟ حصل يا باشا. بقيت كده يا معلم؟ بتبهن جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عرف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم ده مكتب الزهور بالعلم ننير سماء الكون. التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. زرع مش متفائله، يعني حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه،
استاذ هلال، انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني ها. قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضايا جديده. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وعدت فترة كبيرة في بيتي من غير شغل لغاية سنة 2004، وفي يوم كنت عند الكوافيرة بتاعتي سين ميم، وتعرفت هناك على نون فهم، كانت مذيعة في برنامج ديني على الراديو. مريم يا نهار، وحشتينا وحشتي جمهوري، انتي فين مختفية؟ مش لاقية سيناريو كويس. بس طب بصي، احنا بنعمل مسلسل ديني في الإذاعة، ما تيجي وتشاركي معنا في البطولة؟ هشوف وقتي وبكلمك. يا ريت. رحت البيت وانا عندي راحة نفسية للموضوع، حسيت اني دي رسالة من ربنا ليا، يمكن بيبعدني عن الفن وعايزني اقرب منه. اخدت قرار واتفقت مع نون فيه على معاد، وفعلا رحت ماسبيرو ودخلت الاستوديو اللي بيسجلوا فيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورتي الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مادد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الأكيد ألا نعود لمعصية ثانية أبدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا أبواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا أنتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت الكبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي.
هو فاتح مكتبة أدوات مدرسية جنبنا هنا وإحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هما المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك، في أخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجري يومي، ولاحظت ان الميزانية اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللأمانة الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقة؟ الله أعلم. ولما حاولت أدعبس وأتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العمالة. ولما العمالة اللي مضايقاهم تخف إيديهم هتخف أكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحلة أسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا إن في إرهابيين هجموا على الأتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول ايه يا باشا؟ سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني عم ابراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الاطفال قران؟ عم ابراهيم بيعلمنا القران من اكتر من 30 سنه. وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم احفظهم قران. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت اديك قلتها بيدعوا. انا لولا حافظ كتابكم كلمه كلمه ما كنتش عرفت افرق بين الاسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ اه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. اه راجل مؤمن قوي قوي. اه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسأل في ايه على فكرة؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي يعني. بتعرفي انت يعني؟ لا بس هنسأل اللي بيعرفه. أصلك ساكت يعني من ساعة ما قعدنا مش فاهماه. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجة؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغير معايا ليه؟ مين نور هاندي؟ في ايه؟ مين نور هاندي؟ واحدة صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الأول ولا بتسأل عليا. تمام أنا بس انت كنت وحشني كنت جاي أسأل عليك، بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال، ودي مش اول حادثه تحصل. ان شاء الله هتكون الاخيره. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا ايه وقت الحادثه؟ هيقولوا ايه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول ايه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأتوبيس ومرجعش. ولادي الكلب، ولادي الكلب، لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟
شايفك سليم يعني. سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابه. ما عشان بيسترها مع الناس الغلابه دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوه قوي حركه الرصاصه دي. ملعوبه. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بيتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيره محتاجه علاج. مهم تكافئوا انتوا طلبيه دي علشان اليادا ما بتروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون بخزينه امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد. عندنا 7 رجاله وصحتهم حديد. خلاص تمام. اكلمك. بلغ سلامي للاخوه في سينا. المجموعه اتقبض عليها؟ ومين اللي هرب؟ بلغوا ان العمليه اتلغت مش هعرف اعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي انت فيه باسرع وقت، حالا. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن، عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وأجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش. أنا لازم أتصرف في التليفون. أنت اتجننت؟ التليفونات ممنوعة علينا. إحنا هنا في جهاد مش في رحلة. أخوك لو حصل له حاجة هيبقى في سبيل الله. أهلاً وسهلاً، أمرني. الأمر لله. عاطف مدير مركز شباب أطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي اتقطعوا من غير شفقه ولا رحمه. 20 شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثه الاتوبيس اللي حصلت سنه 2004 والشباب اللي انت تاجلت بعضها انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثه. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها راي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر. والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا. ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنه. والجنه احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه. علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا اولي الامر. نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس وعلاقتي بيه مش محتاجة واسطة ولا وصاية من حد. وأنا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان. خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الأمان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا أخي انشر زي ما أنت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في إيه؟ هنشوف هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا. هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها ولا هيصدقوا كلام سيدهم؟ علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟
خليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك ومش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايز اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحبك. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. سايبه بقى. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي أنت قلتيه، دي أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى يا عم، 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 يا رب يا رب هات الموبايل. وهتعمل إيه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطف؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ عن الغرقان اللي بيتعلق بقشاية يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشاية. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة انت اللي هتدفع الفاتورة. انا مش هستنى حد. هتدفعها. استاذ هلال. اسود. استاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ يا استاذ هلال ما ينفعش كده، من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب ان شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي اكبر شركات في البلد. ما هم حطوا ايدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الاسعار زي ما هم عايزين. ده اقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن، الورق ده هيساعدنا جدا، وفي اسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. انت عارف المشكله فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجه جديده؟ نكتب عشان مين يغني؟ محدش ليه نفس رضا وانت اولنا. قولوا لي يا اولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقه، ليه جمهور على فكره وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزه حش رقبيهم. هو مين فيكو اقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم اقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. ما شاء الله. ان
شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات. بس مديه عشان اخر موقف بيننا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش. لا انا ضايقته ولا هو ضايقني. قاعدين هما السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور. وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكذابه اللي حوالي. لان انا عارف انها جايه من سكه شمال. ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا لو على صاحبك ما تقلقش. زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت. ما هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدعي له اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق. برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبه. انت اللي بتقولي كده؟ مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استغناه وغلط. بس ان شاء الله هو هيطلع بيرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق. ما تزعليش مني. كنتش عارف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. بتقولكوا ايه؟ انا جت لي فكره مجنونه. هلال دخل عماره شقه مريم دلوقتي. لا يا باشا مش لوحده. كان معاه واحد. ماشي يا باشا. ماشي. دور بضمير يا هلال. ضمير ايه؟ انا بقيت حافظ الشقه دي اكتر من بيتنا. في سنه 2009 كنت عايزه ارجع تاني للاضواء زي الاول. بدات اعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها اصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامه. كده عندك حق. نقدر مزاجنا بقى وندور على الرواقه. انت مش كنت بطلت؟ ومش هرجع للمدعوقه دي تاني ابدا. هلال انا هبدا ابطل من بكره. هاخد دول. استنى بس. تاخد ايه؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. انا مش هشربهم هرسمهم. رجع الازاز مكانها. استنى. صعبت عليك صح؟ امسك. ده ضرب. الدليل يا دين النبي. هلال احنا نروح نقعد عندي في البيت ونشوف السيديهات والشرايط دي عليها ايه بالظبط. وناخد الازاز دي معانا عشان نحتفل. الله ينور عليك. امشي اطلع بره. هدي امشي اطلع بره. طب اعرف مين؟ مستنينك معك في اي حته واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك. بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في اي حته واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك. بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في اي حتة واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. باخد رايك يا محمد. شركة حديد أسوان هتشتريها زي ما قلت لك. والعقود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك.
يا بسيوني بيه ابعدني عنه. انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسيه مسكنه على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها. وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم. ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه منا زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا زيزو فاء. مبروك يا حبيبي. الحمد لله كان كابوس. الحمد لله. اتفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي، ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها هتقع. لا البلد دي مش هتقع، ولو في ألف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنتوا خلاص بقيتوا بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا بقيناش بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها، بس طلعت غبيه رفضت. اهلا يا مريم. اهلا. معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل. انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. أنا قدمت طلب لوزير الصحة عشان أسافر أتعالج على نفقة الدولة، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس أنا أجبرته إنه يمضي قرار سفر بره البلد، والقرار أهو. أنا مش عارفة أشكر سعادتك ازاي. أنت فنانة كبيرة، ياما أمتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك إن البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك إجراءات السفر أنا محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. أنت هي خدمة قصاد خدمة. السياسة كل شيء مباح. ده سياسيت كنتم. اوعى تفتكر ان حكاية الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجة غريبة جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غادة بنتك متورطة في قضية تجارة الأعضاء؟ أنا آسف. على فكرة أنا اللي قلت لجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على اللي كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيك أنتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي انت بتشتغل فيه بتاعنا، ورئيس مجلس الاداره اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات
يبقى لعبه في ايديكم وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط. عشان ما عملتش حسابه ابدا ان مذكرات مريم رياض تقع في ايدك انت. انا تاكدت ان المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. انا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي انها ناويه تنشر مذكراتها وجايبه فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحها ويقول لها لا بلاش، بس هي طلعت غبيه وعنيده. وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها قتلتها. انا مش فاضل الحاجات دي. انا ما قتلش، انا امر وحازم ينفذ. أهلا يا هلال بيه. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، وهو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذك يا شريف باشا، هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلته مريم رياض وقتلته ابتسام فهمي وبسيوني ناصر، ضحيتوا بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خسارة. مفيش أي حاجة تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الأطفال اللي معاك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزولهم السوق. طيب، عايزك تقابل حسام الرشيدي. حاول تخلص معاه صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ أنت جبت التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيتسجل لك عشان يأمن نفسه. مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، إديتها لمريم رياض. مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وانت هتدفن معاه. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت اقول لك، مش انا قدمت التسجيلات دي للامن الوطني عشان اامن نفسي. حازم نفس. مؤاخذة يا أستاذ هلال، أخرت عليك. أهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الأمن الوطني. إحنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحرامية دول بياكلوا إزاي.